لكن المشاهدين احنا وياكم مكملين. سؤالي كان عبر صفحة الفيسبوك مثل ما قلت لكم عن الحفاظ على المياه، كتار منكم شاركونا، فينا نشارك المشاهدين ولا لازم نروح؟ خالد صوتك هيك ناعم ونجز بدا انت. رح نروح احنا وياكم لعند كندا، واليوم رح نحكي عن زيت الزيتون، رح كيف نعرفه اذا منيح ولا مش منيح من الريحة ومن الذوق طبعا. ومدير قطاع زيت زيتون ببرنامج تنمية القطاعات الانتاجية بلبنان سيز رولان عنديري هو ضيف كندا بأرض ورد. صباح الخير جوزيف، صباح الخير للكل. كمان مثل ما قالت ضيفي اليوم هو المهندس رولان عنديري وهو مدير قطاع زيت الزيتون ببرنامج تنمية القطاعات الانتاجية بلبنان، وكنا حكينا الأسبوع الماضي عن طريقة قطاف حبة الزيتون وكيف التقنيات الجديدة، وكنا وعدنا كمان بحلقة اليوم رح تكون كتير مميزة وبتمنى أنه تحبوها، وهي عن تذوق الزيت لحتى نعرف شو هي نوعية الزيت يلي عم نشتريه، كيف ممكن أنه نعرف ندوقه لحتى نعرف إذا كانت نوعيته جيدة ولا لا. وهي تقنية أكيد فيها خطوات بسيطة قليلة، ولكن لازم نتعلم نعرف شو لازم أنه ندوق. صباح الخير مرة ثانية رولان. صباح الخير. اليوم قدامنا كل العدة، عم نشوف الكاسات الملونة، هلأ رح نحكي عنها أكثر، ولكن أول شيء بحب أنه شوي نعرف وقت منحكي عن مميزات الزيت أو مواصفات الزيت، وقت منقول زيت بكر، زيت بكر ممتاز، زيت بكر عادي، هدول كلهم بتعني مواصفات كيميائيه للزيت، شو تركيبته صحيح؟ صحيح. وشو على شو بتدل بالضبط؟ بتشكرك على الاستضافه لمره ثانيه، واليوم اكيد نحن رح نحكي عن زيت الزيتون البكر الممتاز بشكل خاص. طبعا لانه هذا كل العالم يعني بتروح بدها تشتري افضل نوعيه، افضل من نوعيه زيت الزيتون وجيده لصحه الانسان. بس نقول نحن زيت زيتون لازم يكون، عم نقول نحن بطرق ميكانيكية مستخرج الزيت وفقط من حبة الزيتون، ممنوع نخلط أي شيء، أي مادة كيميائية أو أي زيت آخر مع زيت الزيتون ولل تحت التسمية. أوكي. التسمية زيت الزيتون الجيد إلى المستويات الأدنى. أنا زيت زيتون بكر ممتاز، منقول نحن أسيديتي أو الحموضة ما دون 0.8 والتزنخ البيروكسايد ما دون 20. الصنف الآخر يلي هو زيت الزيتون البكر، الحموضة ما دون 2 وكمان البيروكسيد أو التزنخ ما دون 20. بعدين منفوت بأصناف أخرى غير جيدة للأكل أو للاستهلاك الشخصي. ساعتها مثل عم نحكي عن ما بقى بحق لنا نسميه زيت بكر، زيت بكر او زيت بكر ممتاز. صحيح. اوكي. هلا لا اذا بدنا نبلش نحكي عن الزيت حتى نعرف كمان كيف لازم انه ندوقه، شو لازم انه نعمل، اول شغله بنسالها اذا لون الزيت بياثر على نوعيه الزيت ولا لا. صحيح. يعني نحن كثير بنعرف انه اذا الزيت غامق في كتير ناس بيقولوا، أو إذا معوكر يعني منه شفاف هذا معناته معصور جديد، هيك المتعارف عليه. صحيح. قديش صحيح هالشي؟ بالنسبة لأي شخص بده يعرف شو عم بياكل زيت يفحصه شخصيا، فينا أكيد نحن يكون عنا ثقافة القراءة على الأنيني أو أي شيء تنشوف نحن شو البيروكسايد أو الأسيديتي، ولكن فينا نحن على الصعيد الشخصي نعمل عملية التذوق. التذوق نعرف نحن شخصيا إذا تنقينا هي الأنينة من السوبر ماركت أو تنكية الزيت من مزارع ما، نقدر نقول صحيح أنه الزيتات منيح أم لا بأي طريقة، بطريقة التذوق. طريقة التذوق هي أكيد تبدأ بالشم والذوق. في كتير ناس بيقولوا يعني مثل ما شوفي ما قال عليه، مثل ما قلتي حضرتك، في ناس كتير بيطلعوا هيدا الزيت مخضوض او هيدا الزيت كلير او كذا، اللون لا تاثير له على نوعيه الزيت ابدا. مش هيك نحن بننصح للناس انه اول شيء يتخزن الزيت بعبوات قاتمه او غامقه مثل انيني سوداء مش انيني ترانسبارون، بخزان ستانلش مش بشي زيز شفاف. فهيدا هو اهم شيء بالزيت، كيف نتذوق الزيت؟ مثل ما قلنا بطريقة
الشم والتذوق. في صفات إيجابية لازم تكون بالشم، إن الزيت لازم يكون فاكهي في عليه ريحة شيء أخضر، ممكن يكون مثل زيتون الأخضر، ورق الزيتون الأخضر، الأعشاب أو التفاح، هذا من شمه بالرائحة بدون أي شوائب أخرى. بالنسبة للذوق ما لازم نلاقي أي شائبة خلال التذوق بالتم يلي هو المختبر الأساسي لكل شخص تيقول إذا زيت الزيتون جيد أو لا. أوكي. اي هلا بنفوت بالديتيلز وبنشوف شو هي. فاذا مثل ما احنا شايفين نحن هون انيني ترانسبارون وانيني سوداء، اكيد الانيني السوداء بتحفظ الزيت اكثر، فلا تاثير للون على النوعيه. الكابس او البلو كابس هن زرق، لانه اي انسان متخصص او خبير في الزيت تما يتاثر باللون اللي ممكن يحبه بنحطه بكابس ازرق تما يحكم على اللون. طريقه التذوق تبدا بالشم. طريقه الشم اذا بتحبي هيدا ل اوكي نوع زيت، فبيصير عمليه اولا عمليه تسخين معينه تصير أوكي. بحراره الجسم بنسكرها من لازم فوق، لازم نخليها مسكره اول شيء من ايه بنخليها مسكره فاذا بيصير عمليه تسخين لزيت ليه بنسخنه؟ تاخذ حراره الجسم وتفوح منها الروائح سواء كانت ايجابيه او سلبيه. اوكي من بعد هيدي العمليه بدنا نعمل عمليه 20 25 ثانيه. أوكي. مع انه يمرق الزيت على البروا او على حوالى اوكي الزيت. لكن من بعد منا اذا كان شوي لازم أوكي. نعمل هيدي الطريقه. هيدي أوكي. كل انسان في يعملها ببيته من بعد ما يشتري الزيتات سواء بانيني او بتنكي. للناس الاخرين خلص اشترى هون رولون ايه ما بده يرجع يشتري مره ثانيه، فنحن فينا نعتبر بأي كابس بلاستيك بنحط بكعبه 5 ل 6 ل 10 ملي وبنعمل زيت العمليه، لان هودي مش متوفرين للناس. صحيح صحيح. فكل شخص ببيته بنعمل عمليه الشم الخفيف. اوكي اولا بنمرق، فينا نمرق مره ثانيه على الشم. شو لازم نشم؟ لازم نشم اول شيء كل شيء ايجابي فاكهي، شيء يذكرنا براحه التفاح، رائحة التفاح، رائحة العشب الأخضر، شيء مثل ما بيقولوا بيفتح القلب. شيء أخضر. شيء أخضر. طازة، يعني هلا عم شمه هون. صحيح، بتشميه ببعض ببعض الزيوت، في زيوت أخرى بتبقى ناتر، ما عندها لا إيجابيات ريحة. ولا سلبيات، أوكي. وفي أشياء ما لازم نشمها، يلي للأسف المستهلك اللبناني صار معود على نوعية سيئة، ومفكر إنه هيدي الرائحة هي من ميزات زيت الزيتون. اوكي فما لازم نشم عفوني، ما لازم نشم شيء ناتج عن سوء التخزين او عن تخزين الزيتون ما قبل العصر او عمليه العصر. اذا عم شم هالاشياء يلي عم تذكرها ولا لا؟ بعمليه الشم يلي كل انسان في يعملها قلنا اول شيء بنقول في شيء غلط، في شيء شوائب، ما لازم يكون في شوائب. بعد منا بنبرم على شيء اللي اسمه ايجابيات اخضر، وبعدين بنقول قوي وسط او يعني غالي. اول شغله بنشمها هي الاشياء اللي مش لازم، يعني عاده صحيح. هيك بيصير يعني بالزيت. أنا بدي الروائح الغير محببه هي اللي بتبين اول شيء. صحيح، اذا في شائبه ما بدها تبين دغري بتبين، فاكيد مش وقتنا هلا نقدر نشرح كل شيء، ولكن تحكم على الزيت ولو كاتبين عليه اكسترا فيرجن اوليف اويل بالاسيديتي. أوكي. شم بقول انا لا شوائب جيد. نقطة تانية لازم يكون في ايجابية معينة تيصير مدرج على الخطوة التانية اللي هي التذوق. بس اذا طلع شائبة ما من الشم ما انا بشي ما بقى فيني اقول زيت زيتون بكر. أوكي. ممتاز. اوكي من بعد هيدي العملية بتصير عملية التذوق، ما بعرف اذا عم بينعرض الستبس. عملية التذوق بالتم يلي هو المختبر. اوكي بدنا بناخذ كمية صغيرة من الزيت بين اسناننا وبنشرق هواء مرة او اثنين تفوح الطعمة بالتم، ومن ثم فينا نبلع الزيت. اوكي فإذا حتعملها ونرجع نجرب اتعلم منك انا كمان. صحيح. اوكي ما بنكتر لكن خلين هو على راس شفافنا نشرق مرة او اثنين، كل انسان في يعملها ببيته، وبنبلع الزيت. فنحن بنشوف انه التم يلي هو المختبر اي شيء بيعقصنا على راس اللسان او على الاطراف الاماميه هيدي بتعني شائبه ما بزيت الزيتون من خلال تخزين الزيتون. حسيت؟ تفضلي هون حر
عظيم، تسميتك صحيحة، لأنه اللي منحسه هون هو حر مش حد، هو السبايسي. صحيح صحيح. واللي منحسه هون مرورة بيسموها الناس وبتهرب منها. مظبوط. فالزيت الجيد لازم يكون في مرورة مقبولة، ولازم يكون في حر مقبول بإنتنسيتي فيها تبدي من الواحد لسبعة ثمانية على عشرة، بتنقيهم أنت أو المستهلك مثل ما هو بيحب الزيت. فإذا زيت الزيتون مع شوية مرورة مع شوية حر معناته زيت جيد جدا، وما لازم يكون على راس السين، على راس السين أي شيء ما تحبه. صحيح. هي. إذا هلأ بنوصل على السلايد الأخيرة يلي موجودة، وبنشوف كيف بيصير التصنيف بالتم، بنحكم على هيدا الزيت جيد أو غير جيد، بكر ممتاز أو في شائي بماء. بنشوف على سكرين اللي شفنا، هيدا هو اللسان او تم الانسان على الطعم. أوكي. الحلو من قدام والوسخ كل شيء بالازرق، هني شوائب ما لازم نشوفها. فاذا والمختبر الجيد هو نشوف على الاطراف مر من عيدة والحر. فمتعارف عند كثير مستهلكين انه حر مر بيزيحوا منه، بالعكس هذا دليل كطاف مبكر، نوعيه جيده وطريقه عصر وتخزين جيده جدا. اوكي، يعني هيدا الزيت يلي هلا شميناه، انا شميت ريحه الخضار مثل ما قلت. صحيح. وحتى مزبوط ريحه تفاح او شيء فواكه خضراء، يعني بعدها خضراء، حسينا الحار بعد ما انت قلت لي مر، حتى ما اكون يعني عم زعبر، حسيت بالمر بس. صح. كنت انت ذكرت، ومن قدام على راس اللسان ما حسينا بشيء مزعج، حسيت شيء هيك ناعم، يعني طعم ناعم. صحيح. لازم يكون مثل ما بيقولوا متكامل. ايه؟ يعني وجيد زيت. الطعم طعم هيك لازم سلسه، لازم سلسه هي. ما الى المروره شوي. الى الحر اكثر. فاذا هيدا ما بعرف اذا انا مني خبيره. صحيح. هيدا زيت جيد. فيني اقول انه زيت جيد، هيدا زيت جيد، رائحه وطعمه وبدون اي شوائب. أوكي. مخزن بطريقه جيده. في عنا عينه ثانيه من الزيت مثلا، تفضلي. انا عم نعمل فحص. نعمل فحص انا وياك هلا. يعني هون بدي اختبرك انت. اوكي. فبدنا نعتمد زيت الطريقه كمان، بدنا نعتمد زيت الطريقه. لا هيدا الثالث نتركه بعدين. ها الثاني، تفضل. ترك لي اطيب شيء للاخر ولا لا؟ اطيب شيء للاخر طبيعي. بنحب نقول نحن باي نوعيه من الزيت، وقت بدنا نعمل ما بين عينه اولى وعينه ثانيه لازم يصير في عمليه غسل للتم. أوكي. سواء بخبزه ناشفه او أوكي. سواء بتفاحه. أه. بتتم عمليه الغسل تنقدر نستطعم بالزيت. مش نشرب ماء. مش نشرب ماء، فينا نشرب ماء. آه. لكن تفاحه او خبزه جيده. أفضل. فبنعمل زيت الطريقه. رح ناكل لك هنا شقفه خبزه صغيره. ايوه. مشان التغيير. فالشوائب اللي بدي ركز على الشوائب يلي ممكن نلاقيها بقلب بقلب طعمة الزيت أو الرائحة، ممكن في شوائب جاية عن طريقة القطاف الخطأ ما قبل المعصرة. أوكي. في شوائب بتجي من خلال عملية العصر، وفي شوائب بتجي من خلال عملية التخزين. هيدي أشياء تعطي روائح وطعمات بشعة بزيت الزيتون. أوكي. فإذا الأساس بإنتاج زيت زيتون بكر ممتاز هي المتابعة الدقيقة من القطاف إلى العصر إلى التخزين. طيب انا رح اقول لك نتيجه الفحص تحت الهواء رولان، لانه وقتنا خلص. بدي اتشكرك كثير، ان شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا، وهلا رح نعمل له التيست لجوزيف كمان نشوف اذا بينجح. ميرسي لكم وشكرا على الاستضافه. انا لبناني منذ اكثر من 10 سنوات، يعني اكيد بنجح. يعني عم تحكي عن زيت الزيتون، شو القصه؟ نحن عم نحكي عن زيت الزيتون في كل المناطق اللبنانيه، مشروعنا يعمل على كامل الاراضي. اكيد. اوكي، شكرا لكم. ثانك يو لك كندا، اللي بيحبك واللي بيحمل همك. اللي بيحبك هو اللي إذا أغضبته ما بيغضب منك وما بينام الليل حتى أنت ترضى عنه. اللي بيحبك بيسأل عنك دايما وبيحمل همك دايما، هيدي هي أمك. لكن المشاهدين احنا وياكم بريك قصير، وبعدها بنعود للمتابعة. خليكم معنا.